كمية الأمطار أمس كانت معتبرة لا محالة، مش في كل المعتمديات. سجلنا بمعتمدية فوسانة كمية هامة 34 ملم، أنضافت الكمية المسجلة من أول شهر اللي وصلنا لحد الآن ل 96 ملم في معتمدية فوسانة، اللي هي 3 مرات أضعف المعدل لشهر سبتمبر في معتمدية فوسانة. بقية المعتمديات الأمطار كانت موجودة لكن ما كانش من الكميات الهامة جدا كما فوسانة. الحمد لله هذا موسم الأمطار هو بداها، هي بدات الخيرات، وإن شاء الله ربي يرحمنا ويتواصل الموسم إن شاء الله. بالنسبة لامتلاء السدود، ما تعرفوا احنا قبل كنا السدود كانت فارغة كليا، تو بدينا بشوي بشوي نسترجعوا نسبة الامتلاء، وصلنا 7.5 نسبة 7.5، احنا عندنا 74 مليون اللي هي طاقة استيعاب السدود في قصرين. احنا تو عندنا تقريبا 6 ملايين. الموسم الفلاحي موسم الامطار مازال كيبدا، ان شاء الله هذه بداية ممتازة، ان شاء الله القدام مازال تمطر باش تصب، وان شاء الله تعبي لنا السدود وان شاء الله ربي. في السدود عندنا تقريبا 21 سد، البحيرات في حدود 99 بحيرة.